ها تقص ولا اروح؟ لا بقص حركاتك ترسل لك تحت ميب علي. لا يا شيخ شايفني بزر مثلك؟ عيال كنا حر من زمان قلنا لك المكيف خربان ما صلحتوه. قايل لسه بكذا يجيب عامل يصلحه. والله جبت عامل يصلح الكمبرسر بس شكله خرب مره ثانيه مو دخلني. لا يا شيخ تروح للعامل تقول له صلح الكمبرسر. طيب يمكن في نقص فريون. ما دام انت فاهم بالمكيفات روح انت جيب عامل. يبي يقلبها علي يا عيال مو بعاقل شرشبين. انا اكره السناب. يا ابويا قنوات الاكشن والمسدسات فين؟ انا بيدي حاطة في المفضله. شكله انت كفته حذفتها يا نخبه. اكيد كفته. اصلا اي غلط يصير بالاستراحه نسبه 90% كفته هو السبب. واحلى شيء كذا وجهه قوي يسوي بريء. يعني كل حاجه على راس كفته. والله ما قعد دقيقه واحده. لا اصبروا كفاتي لا حد يزعلوا عيال ترى يحبه. لا تروح خليك معانا. اذا انت رحت انطقطق على مين؟ والله ما عاد اجي بسرعتكم مره ثانيه. فاهم انت وياه؟ لا يا شيخ مسوي حساس انت وجهك. يا عيال ممكن اشبين عليه شوي. بكره محضر عندنا كفته. الله الله احلام ورديه. يا سلام يا سلام يا سلام. اقول لك قم 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 يا تبغى شيء مني يا ابويا؟ يا كفته ولدي ايش بك زعلان؟ ما تقدر خاطرك. ابويا انا مخنوق وضايق صدري. اعز اصدقائي يطقطقون علي. اسحب عليهم. اللي يحترمك احترمه. بس انا احبهم. ما في ذا الكلام. على قولة المثل عز نفسك تجدها. اللي يحبك ويغليك بياجي حتى عندك. فهمت يا ابويا. خلاص. ما عاد اروح لهم. ما قلت لكم؟ مصير يجي الاستراحة. ايوه البس ما يحب الا خناقه. ايش قصدك؟ يعني انا بس؟ ايه انت بس وشكش الفار. شوف شكش طقطقنا عليه ولا زعل. اذا هو يرضى انا مرضى. خلاص يا تراكم زودتوها ما عليك منهم انت. كم يا بي خلينا نلعب بلاي ستيشن. لا 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 انا ماشي مروح البيت والمثل يقول عز نفسك تجدها. تعال والله ما تروح يا بي تعال. في دعوة انا ما راح اقعد معاكم بالساحة وانت تطقطق علي. لا يا شيخ مصيرك راجع. ريحة جاية ريحة جاية ريحة جاية. اسمع لك شفيك شفيك انت عجبكم الطقطقة والهسرة وسويتوها. يلا عيال شنو انا بودي المستشفى. يلا 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 بسرعة. هو يقرب لك؟ لا ما يقرب لي. ليش شايف في شبه بيني وبينه؟ لا طبعا بالعكس خالص. بس حضرتك مين؟ لان في موضوع كده حيوي عن كفته لازم احكيه لاقرب واحد لي. انا عامر اعز اخويا وهو يعزني وانا اعزه. بس كده كفايه خالص. شوف يا استاذ عامر الموضوع ان كفته عندي دايما في العياده. كل تاريخه المرضي عندي فحوصاته واشعاعاته وتحاليله كل حاجه. واحب اقول لك بخبرتي والمامي بالموضوع كفتة مش هيطول. 10 أيام بالكتير وكفتة هيودع. يودع من؟ لو فعلا يا عامر بتحب كفتة وعاوز تسعده آخر 10 أيام ابسطه اسعده فرفشه عيشه في سعادة وسرور وكوبايات في ثواني بتدور. حقق له أحلامه يا عامر. معقولة؟ معقولة كفتة راح يروح مننا بدي السهولة؟ المهم يا عيال ما يموت كفته وزعلان على احد فينا. انت يا عامر بالذات لازم تتحلل منه. يا عيال لازم كفته يحللنا ويبيحنا ويعيش اخر ايام بسعاده. كفته لو ما سامحنا ما حنتوفق. لا اله الا الله لا اله الا الله. كيك مكنكا كيك مكنكا. بسم الله الرحمن الرحيم. كفته فقدتني يا عامر. اي والله فقدتك. بس يوم كنت معاكم تتريق وتطقطق علي كل يوم. انا اسف يا كفته سامحني. تكفى والله ما عاد اعودها. وعادي انت بتطقني عادي ترى طقني. اسف ما اقدر اخلاقي ما تسمح لي. من زين اخلاقك. كفته كفته امزح يا كفته. عامر بسم الله الرحمن الرحيم.
كفتة؟ وينك من أمس أدق على جوالك مقفل؟ أنت صاحي؟ مو جابك عند بيتنا؟ أبد، جيت أطمن عليك واشتقت لك يا حبيبي يا كفتة. يا لا تبوسني يا أخي. هذا جزاتي، أحبك وجاي أطمن عليك تسوي فيني كذا يا كفتة؟ أصلاً أكثر واحد يكرهني أنت. قسماً بالله غير صحيح، لا تسمع كلام العذال يا كفتة. أقول لك أنا عندي مشاوير، ماني فاضي حق البربرة حقك هذه. يلا مع السلامة. والله والله ما تقضي أي مشوار إلا معي، وعلى حسابي أي شيء تشتريه. أمشي. هاي كفتة كيف؟ حلو بس أبغى حلا. لو سمحت عطنا واحدة كليجة هولندية. أبشر. الله لو يجمعوا لاتيه. والمخلوط؟ بحطه بالثلاجة لبكرة. أبوك يا الاستغلال، لكن أبشر بعزك يا كفتة تستاهل. لو سمحت عطنا واحد لاتيه وواحدة كليجة هولندية. باقي شيء يا حبيبي يا كفتة؟ خليها في الليل. بالليل عندنا عزيمة بالاستراحة. إيش المناسبة؟ المناسبة بنقول لك الحمد لله على السلامة، أقصد مع السلامة. وين خويك من الموت؟ توه ما جاء، بعدين تعال ترى هو ما يدري، لا تفضحنا. مرحبا يا جماعة. حيا كفتة. هذا الدفش جايبينه لك مخصوص علشانك. اهلا حبيبي. لا 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 تقرب منه وتعديه، خليك بعيد. ها بعدين ترى عليه ضمان، استرح خليك ثقيل. يلا تحيه للحاضرين كلهم، واحلى تحيه خاصه الكفتة. الله يحفظك ويطول بعمرك ويخليك لنا، واستودعناك الله. لا قل له هزين، قل له قل له. ايش يقول لي؟ يقول لك وش حاب تسمع؟ ابغى اغنيه وداعيه. وش دراك عن ايش؟ وش دراك قلبي يهواك، وش دراك قلبي يهواك، وش دراك قلبي يهواك. استرح استرح استرح، ما لها داعي ما لها داعي. اقصد وش حاب تسمع يعني؟ لا لا عندي عندي عندك اغنيه. ها يلا طيب. رحوم يلي مات باول شبابه صغيرة سن ما عاش دنيا، مرحوم يلي مات بأول شبابة هو صغيرة سن ما عاش دنيا. هذا خويك اللي موت؟ اي هذا هو. هذا جمس قضى 10. كل ما شاء الله لا تلحته نشيط. كل ما شاء الله طيب. نشيط. خلاص خلاص غن غن غن. طيب شوف كيف ولد قاعد ينطني، معقول هذا راح يموت دحين؟ شايفين كيف فرحان ومبسوط؟ كذا مناعته حتزيد، واحتمال ما يصير كلام الدكتور ويعيش كفتة. الجانب النفسي جدا مهم. انت وعامر اخر من حكي عن الجانب النفسي، انتم الوحيدين اللي دمرتوا كفتة نفسيته. يا عمي ما قد اذيته. يا ابوي ايش اللي ما قد اذيته وانت شغال بالاربع والخمسه تهزمه في الصوني؟ ايش دخل يا ابوي ذا بلاي ستيشن؟ يعني اخسر عشان يحللني؟ اي والله يا اخوان ترى لازم قبل ما يموت يحللنا. حللك انت؟ يلا تحج عنه عشان يحللك. اسمع يا حبيبي يا كفتة، من اليوم ورايح ما في روح لبيتكم، ما نبي نفارقك ولا دقيقه. اكلك وشربك ونومك ومصروفك كله علينا، وهذه غرفتك. ها بيتك هنا. بيتك هنا في داخل القلب لو جيت. يا اسكت اسكت، صوتك زفت. وهو صادق صوتك زفت، لا تغني. ها وانت بعد كثير كلامك يا عامر. هيا هيا اطلع برا انت وياه، يلا خلونا ننام يلا. الحين وش اللي حادنا على المذله ذي؟ ها
والله اني ودي ارثعبه واخربه. يا ابن الحلال ترك مسوي كل هذا الشيء عشان يحلل قبل ما يموت، تحمله كم يوم. هي بس غبني وانا اكثر وانا اوريك كفته. امشي امشي.